جونجوني اللي يكسب ضربة مقابلة للحكم يعطيه الأولوية. كرة اخترع والشلوت وكرة الخزران، ولكن الدفاع أسرع لفريق الشباب على اليمين، مفتوحة الأمور في الدفاع الهلالي. ناشي المجرشي يحاول المراوغة مرة أولى وثانية وتستعد، والحارس الضايع على مرتين. عميد اللاعبين في العالم يتصدى لناجي المجرشي، المراوغ بكل امتياز. ماذا يمكن ان نقول عن هذا البدن؟ اربع لاعبين في الخدمة على مستوى التمشيط والتغطية على الدفاع للزعيم. كورة مرتدة مشعل الموري، تسديدة قوية لكن فوق العارضة. تلعب الكرة، إمكانية التسديد كاماتشو يراوغ واختيرا، والحارس محمد الداعية في المكان المناسب، الحارس المناسب. الفارس المغوار يضرب داخل الدار ويعطي أعلى انتصار. تسديد يمشي من بدر الحكماني وحسن معاذ، وإمكانية التسرب حسن يوسع لا ينتظر، وترجع طويلة لكورة ومحمد الداعية. ما